بسم الله الرحمن الرحيم، بنكمل مع بعض سلسلة الومضات مع الداتا مايننج. أشياء مختصرة هنتكلم في المحاضرة التالية عن الداتا انتجريشن. الداتا انتجريشن هي المرحلة الثالثة من عمليات الداتا بري بروسيسنج أو الداتا بريباريشن. الداتا انتجريشن زي ما حكينا في عمليات البروسيس اوف داتا اوف داتا مايننج، قلنا إن في عندي أنا مالتيبل سورسز للبيانات، انا بتجيني بيانات من اماكن مختلفة بطريقة مختلفة، كل واحدة منها لها ستراكشر خاص بها، وبالتالي انا محتاج احطهم كلهم في مكان واحد. تمام، هذه البيانات بتجيني بتجي مثلا من داتا بيز او من داتا وير هاوس او فلات فايلز او هيستوريكال داتا او ما شابه. فانا المطلوب مني في داتا انتجريشن ان انا احولهم جميعا في داتا بيز واحدة، تمام، او داتا وير هاوس. الداتا وير هاوس من هذا التعريف، فتعريف مهم: is a structure that links information from two or more databases. يعني داتا وير هاوس انا فيها بعمل structure، بجمع او بربط البيانات او المعلومات اللي جياني من two databases او اكتر في database واحدة، بحيث انه يكون البيانات فيها نعملها clean up، نعملها integration، ممكن بناء عليها اعمل نعملها summarization. تمام، وبعد كده بقدر اجمعها برضو او اوزعها على داتا مارتس. اللي بيعنيني الان بشكل اساسي ان احنا نفهم الكلام هذا، ان في عندي داتا سورسز من اماكن مختلفة. الداتا سورسز هذه انا بقدر اعمل عليها عمليات الاكستراكشن وترانسفورميشن واللودينج عشان اوصل فيها للداتا وير هاوس. الداتا وير هاوس هنا هي عبارة عن لينكس بتوين تو اور مور داتا بيزز. تمام، الداتا وير هاوس هنا انعمل لها البيانات فيها كلين اب، صارت نظيفة فيش فيها مشاكل. تمام، وبرضه سمرايزد عشان اقدر بعد كده انا اديها للخطوات اللاحقة من الداتا مايننج بروسيس. تمام، هذه عملية الداتا انتجريشن، ارجو انها تكون واضحة.